مفاجآت سارة تنتظر برج العذراء في الأيام الأخيرة لعام 2020. تتزايد طاقتك وقدراتك خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020، كما تستطيع التعبير عن نفسك بشكل أفضل أيها العذراء، وتبذل قصارى جهدك من أجل نيل وتحقيق النجاح، وتسلك الطريق الصحيح للوصول إلى أهدافك ونيل طموحاتك. يدعمك انتقال كوكب المشتري ويوفر لك المزيد من الفرص على الصعيد الشخصي، ويدعمك كوكب الزهرة ويوفر لك الحظوظ والفرص المميزة للنجاح والتقدم. ترتفع حظوظك خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 وتزداد نفقاتك، كما تتصاعد أحلامك، ويتطلب هذا منك بذل المزيد من الجهد لكي تصل إلى أحلامك وتحقق طموحاتك. برج العذراء في شهر نوفمبر 2020. سيشهد شهر نوفمبر 2020 حياة سعيدة ومزدهرة بالطريقة التي تريدها، وهو الوقت المناسب لتكوين صداقات جديدة والتواصل مع الأشخاص الذين نسيتهم على مر السنين، وهو الوقت المناسب لتطوير علاقات أفضل مع عائلتك. ستكون العلاقة مع عائلتك على مدار شهر نوفمبر 2020 إيجابية للغاية، فقد أنشأت روابط قوية جدا تربطك بعائلتك. لا تدع هذه القوة تتلاشى مع مرور الوقت. ستحصل على فرصة من أجل تحسين نمط حياتك ونوعيتها. سيكون هناك اهتمام كبير بالجوانب النفسية التي من شأنها أن تساعدك على تحقيق السعادة والرضا. النجاح خلال هذا الشهر يعتمد على قدرتك على تلبية حاجات المواقف المتناقضة بشكل متوازن. أما عن توقعات برج العذراء في شهر ديسمبر 2020، فسيكون شهر ديسمبر 2020 مليء بالضحك والفرح وبالمفاجآت والمواقف التي لا تخضع لسيطرة، حيث ستكون متحمسا للأحداث المختلفة في حياتك، وهو الوقت المثالي لبدء مشاريع جديدة أو تغيير وظيفتك. سرعان ما تجد حلول لكل مشكلة بحيث لا يحول شيء بينك وبينها، وبذلك يمكنك الفحص والتحليل والوقوف على موضع الخلل وإصلاح الجزء المعيب وجعل آلة معطلة تعمل. تحظى بجاذبية وحضور كبير، كما تتمتع بدعم المقربين إليك في الأحداث المختلفة. مقاربة الآخرين والأحداث من شأنه أن يضمن النجاح، وأي مقاربة أخرى ستؤدي إلى الفشل. فترة ممتازة لمساعدة الآخرين المحتاجين. أيام سعيدة وسنة سعيدة لبرج العذراء. نتمنى لكم التوفيق والسعادة والفرح. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل يا أحسن جمهور في الدنيا. متنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.